سحر وترويج ودوما تسلينا طوبيك اثبت وكوك والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال، وش رأيكم؟ لباس؟ لباس. إذن مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد، وانتم كذلك اللي راكم تشوفوا فينا إلا حبيتوا تحضروا وتشاركوا معنا في الحصة، ما عليكم إلا توجهوا الإنترنت موقعنا عمويزيد.com بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. كالمعتاد يا أطفال، في بداية كل حصة نطرح عليكم لغز. لغز اليوم يقول: أدور ولا أتعب، آكل ولا أشرب، من أنا؟ أعيد اللغز: أدور ولا أتعب، آكل ولا أشرب. على بالي بلي أنتم شاطرين يا أطفال، والأصدقائنا الأطفال لم يشوفوا فينا أصدقائنا، بإمكانهم الإجابة عن اللغز عبر الإنترنت عبر موقعنا عمويزيد.com بالشكل التالي: أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية يا أطفال. كالمعتاد في كل مرة نتكلموا على أيام وطنية دولية وعالمية اللي تفيدنا وتهمنا. واسمو هذا الزي هذا اللي ملبسينه زملائنا؟ واسمهم؟ كشافة. الكشافة. واسمك وليدي؟ أسامة. وين تسكن أسامة؟ ألجي بلاج. في ألجي بلاج. الله يبارك الله يبارك. إذن زي الكشافة. وعلى بالكم علاش معنا اليوم؟ لأننا في هذه الفترة نحتفل باليوم الوطني للكشافة. وهذا اليوم هذا نسبة لمن؟ شكون اللي يقدر يقولنا اليوم الوطني؟ تعالي بنتي، تعالي. واسمك بنتي؟ رحاب. رحاب. وين تسكني رحاب؟ برج كيفان. برج الكيفان. نسبة لمن؟ وفاة، ذكرى استشهاد وفاة محمد بوعاص. بالضبط. برافو بنتي، برافو برافو برافو. إذن اليوم الوطني للكشاف هو ذكرى استشهاد محمد بوعاص، اللي هو تعالى تعالى تعالى. واسمك وليدي؟ عبد الجبار. وين تسكن عبد الجبار؟ برج الكيفان. برج الكيفان. محمد بوعاص اللي كان مؤسس الكشافة الإسلامية الجزائرية. بالضبط، مؤسس الكشافة الإسلامية الجزائرية. إذن يا أطفال، اليوم الوطني للكشاف هو نسبة لوفاة واستشهاد محمد بوعاص اللي هو مؤسس الكشافة الإسلامية الجزائرية. يا أخي في هذا المجال هذا احنا طلبنا من خدوجة من فوج مشعل الكشاف باش ديرنا بحث، تعرفنا بهذا الشخصية اللي هو محمد بوعاص. إذا تفضلي خدوجة، تفضلي. تصفيق على خدوجة يا أطفال. مساء الخير يا أطفال. مساء الخير. اليوم سنتعرف على حياة محمد بوعاص. محمد بوعاص هو مؤسس الكشافة الجزائرية، ولد يوم 26 فبراير 1908 بمدينة مليانة من عائلة فقيرة، وفي نهاية التعليم الابتدائي التحق بمدرسة الفلاح بمليانة، وهذا لإتمام دراسته باللغة العربية. في سنة 1935 أسس محمد بوعاص فوج الفلاح بالقصبة. في 1939 نظم القائد محمد بوعاص التنظيم الفيدرالي، دعا فيه جميع الأفواج الكشفية المستقلة على مستوى الوطن إلى الاتحاد وتشكيل تنظيم وطني واحد. وبعد تلبية ندائه من طرف الأفواج، تم تنظيم المؤتمر التأسيسي في جويلية 1939 بالحراش الجزائر العاصمة، وكان من نتائج المؤتمر ميلاد الكشافة الإسلامية الجزائرية كمنظمة وطنية، وانتخب محمد بوعاص رئيسا لها. اغتنم محمد بوعاص فرصة طلب اتحادية الكشافة الفرنسية منه بأن يضم الأفواج الجزائرية لها، وإلى
وإلا يسحب منها الاعتراف، فقرر التنقل إلى مدينة فيشي بفرنسا للتفاوض مع قيادة الكشافة الفرنسية، فصد الاعتراف بالكشافة الإسلامية الجزائرية كمنظمة قائمة بذاتها كباقي المنظمات الكشفية الأخرى. بعد عودته إلى الجزائر ظل تحت المتابعة والمراقبة من طرف مصالح الاستخبارات الفرنسية، هذا ما دفعه إلى تقديم استقالته من المنظمة في 16 مارس 1941 لإبعاد أي شبهة عن المنظمة في حالة إلقاء القبض عليه. وفعلا في 8 ماي 1941 تم إلقاء القبض عليه، وبعد أيام من التعذيب والاستنطاق يحال على المحكمة العسكرية ليصدر في حقه حكما بالإعدام ليتم تنفيذه فجر 27 ماي 1941 رميا بالرصاص. شكرا 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 خدوجة، شكرا شكرا. تعالي خدوجة التحقي بزملائك. يا أطفال، الشهيد محمد بوراس هو شهيد الوطن وهو مؤسس الحركة الكشفية في الجزائر. يا أطفال، أنا اليوم جبت لكم أغنية، أغنية تتغنى بالامتحان. وش يقولوا عند الامتحان؟ شو اللي عرفها؟ عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. يا أخي يا أطفال، يلا تغنوا كامل معايا الامتحان. ابذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان. عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان. ابذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان. عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان. ضاعف جهدك هيا راجع كل الكتب والدفاتر، واصل عزمك فيه تابع كن متحمس ومثابر. ضاعف جهدك هيا راجع كل الكتب والدفاتر، واصل عزمك فيه تابع كن متحمس ومثابر. ابذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان. عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان. ابذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان. عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان. للامتحان ادرس بجد وضع اللعب جانبا، فله إن لم تستعد تجد نفسك راسبا. للامتحان ادرس بجد وضع اللعب جانبا، فله إن لم تستعد تجد نفسك راسبا. ابذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان. عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان. ابذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان. عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان. احصد أتعاب السنين حتى صدرك لا يضيق، كن من بين الناجحين ولك سندعو بالتوفيق. احصد أتعاب السنين حتى صدرك لا يضيق، كن من بين الناجحين ولك سندعو بالتوفيق. ابذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان. عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان. ابذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان. عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان. برافو 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 برافو. إذن يا أطفال، أبذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان. عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان. وإن شاء الله نتمنى لكم أنكم دائما دائما تكرمون. يا أخي يا أطفال، لازم
الدراسة ثم الدراسة وتحضير الامتحانات. نروح دركا مع عمو مراد اللي جانا من مدينة البليدة في ألعاب الخفة. يلا نرحبوا كامل مع عمو مراد. مرحبا عمو مراد، تفضل. Thank you.
برافو 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 عمو مراد، صديقة صديقة عمو مراد، برافو برافو. لحقنا درك الركن الحكاية اللي تحبوه كامل، واليوم راح نحكي لكم حكاية الدجاجة وحبة القمح. يلا كامل معايا يا أطفال، كما وعدكم مقبلة راح نحكي لكم حكاية الدجاجة وحبة القمح. واحد النهار في الغابة كانت الدجاجة تحوس هكذا، سابت حبة تاع قمح. قالت حبة تاع قمح، قالت دركا هاد الحبة تاع القمح وكان نغرسها ونحصدها وكامل راح ننال منها على الأقل ندير منها الخبز وكامل. هدرت مع الحيوانات الأخرين اللي كانوا تما في الغابة، الحمار والحصان والكلب، قالت لهم شكون اللي يجي معايا باش نغرسوا باش نحرتوا الأرض؟ كل واحد يقول لها لا لا مشي أنا، لا لا مشي أنا. راحت مسكينة حرطت وحدها الأرض وقالت لهم غدوهم دا، قالت لهم شكون اللي يجي معايا باش نغرسوا القمح؟ كل واحد يقول لها لا لا مشي أنا، مشي أنا، ما نجيش ما نجيش، أنا عندي شغلات أنا عندي. راحت مسكينة غرست وحدها، ومن بعد قالت لهم شكون اللي يجي معايا نسقوا القمح؟ ما حبوش يروحوا. كل واحد يقول لها أنني مشغول ما نقدرش نجي وكامل. ومن بعد كي سقات هذاك القمح وحدها وكامل، طلع هذاك القمح. ومن بعد قالت لهم شكون يجي معايا يحصد القمح؟ قالوا لها ما نجوش معك. ومن بعد هذيك الدجاجه مسكينه راحت قالت لهم شكون يجي يحصد معايا القمح؟ واحد ما حب يجي معاها، راحت حصدته وحدها. من بعد قالت لهم شكون يجي معايا نطحنوا القمح؟ كل واحد يقول لها لا لا مشي انا، لا لا لا، طحنته وحدها. ومن بعد قالت لهم شكون يطيب معايا الخبز؟ بالدقيق هذاك كي طحنت القمح ما حبوش. من بعد كي طيبت الخبز قالت لهم شكون يجي ياكل الخبز؟ واش قالوا لها؟ انا انا كامل حبوا. قالت لهم لا لا، كي ما عملتوش معايا ما تاكلوش معايا الخبز. عمو يزيد، نستخلص من الحكايه انه يجب مد يد المساعده للاصدقاء. برافو برافو برافو. بوبي يجيب لنا دائما حكم وعبر جميله. يا اطفال لازم دائما نمدوا يد المساعده لاصدقائنا، لانه صديقك لما يكون محتاجك وتمد له يد المساعدة، من بعد لما انت تحتاجه راح يمد لك يد المساعدة كذلك. يا اخي يلا كامل معايا يا اطفال، لحقنا دركا الفقرة النكت. شكون عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ تعال تعال اروح قعد هنا. واسمك وليدي؟ ايمن. ايمن، وين تسكن ايمن؟ الجي بلاش. في الجي بلاش، احكي لنا النكته تاعك ايمن. كانت واحد النهار نمله وليليفون، وهذيك النمله طلعت فوق الليليفون، وصحاب النمله كانوا يقولوا لها اخونقه اخونقه. برافو برافو برافو. شو اللي عنده نكته؟ تعال اقعد ولدي. واسمك؟ اسامه. اسامه، وين تسكن اسامه؟ الجي بلاش. الجي بلاش ثاني، احكي لنا النكته تاعك. كان هناك رجل يعيش في انجلترا ورجل يعيش في الجزائر. التقيا في ذهب ذلك الرجل الجزائري الى صديقه الرجل الانجليزي، فصعد في الحافله ذو الطابقين. فالرجل الجزائري صعد الى الفوق، والرجل الانجليزي صعد نزل الى الاسفل. فرأى الرجل الإنجليزي الرجل الجزائري مخلوعا، فقال له ما بك؟ قال له
سائق الحافلة لا يوجد. برافو برافو. تعال 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 اقعد. واسمك وليدي؟ عبد الجبار. عبد الجبار، وين تكون؟ برج الكيفان. برج الكيفان، احكي لنا النكتة تاعك وليدي. قال لك خطره واحد جزائري واحد واحد فرنسي واحد الالماني، راحوا يدوروا في الصحراء تبحروا، خرج لهم عفريت قال لهم مش تمنوا ندير لكم. لا الاوروبي قال له رجعني لبلادي، رجعوا. الفرنسي قال له رجعني لبلادي، رجعوا. الجزائري قال له رجعهم للهنا. واحد ما يروح. برافو برافو. لحقنا دركا يا اطفال للجواب عن اللغز. عندكم فكرة؟ أدور ولا أتعب، أكل ولا أشرب، من أنا يا ترى؟ من أنا يا ترى؟ قولي لي. النار. ها؟ النار. لا لا مشي النار. ثعبان. مشي الثعبان. دجاجة. دجاجة. لا لا مشي الدجاجة. عندكم جواب؟ عندك جواب؟ فرض. وش هي؟ نملة. 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 لا لا أدور ولا أتعب، أكل ولا أشرب. الشمس. مشي الشمس. شو اللي عنده؟ واسمها؟ طاحونة. الطاحونة. أوه تعالي تعالي شاطرة شاطرة طفلة هذي الوحي. تعالي 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 أعطيني الهدية تاعها. الوحي بنتي الوحي الوحي بنتي تعالي تعالي. سبتي الطاحونة بينا بلي قالوها لك بصح معليش قالوها لك ولا عرفتيها وحدك؟ قولي صح عرفتيها وحدك. برافو شاطرة شاطرة شاطرة. أنا عبالي قالوها لك. عمو يزيد يهدي لك هذا الكأس هذا باش تشربي فيه الحليب. في مع عمو يزيد وكذلك سيدي في 22 أغنية لعمو يزيد. تفضلي بنتي إن شاء الله تستفادي بهم. لحقنا درك الركن عيد الميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد حياة. تعالي بنتي روحي حياة تعالي تعالي. إذن حياة عيد ميلادها اليوم. عيد ميلادها. إذن أنا وأصدقائي راح نغنوا الحياة عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الجاتو تاع حياة. إذن عيد ميلادك أحلى عيد. يلا التحقوا بي باش نغنوا الحياة كامل مع بعض. تعالوا تعالوا روحي بنتي تعالي. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيله، وجمال هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيله. سنة حلوة يا جميل
برافو برافو. هلا آه اذا العد التنازلي لحياة 5 4 3 2 1 يلا نسفش معاه. برافو 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 برافو. اذا اعطيني الهديه تاعها. اذا حياه عمو يزيد يهدي لك شهاده، شهاده انجاح تصوير حصه عمو يزيد في هذا الظرف، وانتم كذلك كل واحد راح يروح بشهاده هكذا باش يحتفظ بها كذكرى. وكذلك بما انك راسلتينا بخمس قسيمات من علب حليب رامي، ممول حصه رامي يهدي لك هذه الهديه اللي هي تابلت ان شاء الله، تابلت هي تستفادي بها ان شاء الله. وانتم كذلك يا اطفال الى حبيتوا تحتفلوا بعيد ميلادكم مع عمو يزيد، ما عليكم الا ترسلونا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي: صندوق بريد 42000 استوالي العاصمه الجزائر. مرحبا بكم يا اطفال. وانا ما بقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل نهار 3 على 5 تاع العشيه على قناتكم الشروق تي في. نحبكم. لا تحزنوا حال الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، احببناكم، احببتونا، سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، احببناكم، احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.